كما خذ. Not that I heard you laughing. Baby, baby, that's a wild world. It's, you must be mistaken. Is this all thing true? Like a madman, somehow I. لحظات واعرة من الجامعة فينا وكأنكم معنا خوتيك. خوتي سلام الله عليكم. أنا الآن متواجد معكم في شارع محمد السادس بالقرب من مينارا مول. المهم قبل ما نبدأ الفيديو ديالنا بزاف ديال الناس منكم ما كيعرفونيش، واخا الحمد لله القناة واصلة 20,000 بزاف ديال الناس ما كيعرفونيش لأنني دائما ما كنصور من وراء الكاميرا. لهذا خوتي حطيت لكم وجهي غير باش تعرفوني، ومرحبا بنا ومرحبا بكم. وما تنساوش تدوزوا عندي الصفحه في الفيسبوك حتى هي فيها 21 كا. واليكم احلى تحياتي. انا الحمد لله كندير معكم لي فلوغ وكنشارك معكم الحدث باستمرار وكانكم معنا. فانتم اخوتي ما تنساوش تدعمونا وتحفزونا، ودائما الحمد لله غنستمر معكم في الجديد. لهذا بغيت نقول لكم انا الى لقيت منكم الدعم غادي نسافر بكم حول المغرب كامل، لان بزاف ديال الناس كيسولوا شنو كيقول لك. كيقول لك علاش اخويا محمد دائما كتصور لنا غير مدينه مراكش. لهذا اخوتي انا ماشي ما كنصور لكم من مراكش، انا راه باقي ما كنستافد والو. لهذا ان شاء الله نهار غادي نولي كنستافد وغنلقى الدعم ديالكم، وغادي نلقى الناس اللي غادي يساندوني ويعاونوني، غادي نسافر بكم حول المغرب كامل. ولهذا كنقول لكم اللي شاف هذا الفيديو كنحييه اينما كان وارتحل، ومرحبا بنا ومرحبا بكم. وكملوا الفيديو حتى الاخر، غادي نشارك بكم بعض المناطق يعني حاليا، ونصور لكم بعض الشوارع لانني كنتواجد معكم في مدينه مراكش وحاليا في شارع محمد السادس. وما تنساوش تقولوا لنا كي جاكم الاداء في التصوير، وان شاء الله يا ربي. الحاجه اللي ناقصاني هو انني ما عنديش كاميرا ممتازه، وباقي الله جيت في هذا الميدان، وكنتمنى ان شاء الله نطور المحتوى ديالي وان شاء الله. هادشي اللي كنقول، واليكم احلى تحياتي اينما كنتم مرتحتم. خوتي مرحبا بكم، وكملوا الفيديو معنا حتى الاخر. يلا نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. غادي ندخلوا بكم الجماعه خوتي، غادي نعيشوا بكم لحظات واعره وكانكم معنا. ما تنساوش اخوتي التحفيزات ديالكم والدعم ديالكم. انا راه يلاه مبتدئ، ولكن المشكل انني ما كنعرفوش الناس، واخا عندي تبارك الله 20,000 دائما ما كنبانش في الواجهه. لهذا اخوتي انتم ساعدونا وتعاونوا معنا. اش خصك الا خليت واحد لي كومونت زوين، واش خصك الا درتي لايك للفيديو. ان شاء الله يا ربي غادي نشارك معكم المغرب كامل، خصنا شويه ديال الدعم يعني شويه ديال التشجيعات ديالكم. شكرا للناس ديال الجاليه، شكرا للناس اللي معنا في المغرب اللي كيساندوني. كاين واحد النسبه ديال الناس اللهم بارك صراحه ما شاء الله هما راه كيعاونوني والله. وعلى قبلهم انا كنتشجع، بعد مره كنلقى التعليق سلبيه كنفشل، وفاش كنلقى عاوتاني التعليق الايجابيه كيخليني انني نزيد نستمر وما نفشلش. وتحياتي لكم اينما كنتم ارتحلتم، وشكرا لكم على اي واحد خلى شي كومونتير زوين، اي واحد خلى شي تعليق زوين، شكرا بزاف خوتي. كنحييكم اينما كنتم ارتحلتم. وانتم دابا الان كتشاهدوا معنا جماعتنا وكانكم معنا، لحظات واعره كنشارك معكم باستمرار الاحداث كما هي، ما كاينش شي مونتاج ما هذاش غير لا، داكشي كما هو 100% وكانكم معنا يا خوتي. واليكم احلى التحايا والتقدير اينما كنتم ارتحلتم. شكرا اي واحد مهما كانت الجنسيه ديالو، اي عربي اي عربي مسلم. احنا غادي معكم كنشارك معكم الاجواء باستمرار، وخا صراحه كنشوف راسي انني كندير مخالفه، لان الا قبضني شي بوليسي غادي على الموطور هكا غادي نسميت غادي نخلص واحد المخالفه، لان راه ممنوع تدوز بالدراجه ناريه هنا بالنهار بحال هاد الوقيته هادي. باقي لا تسدي في الوقيته ديال المهم من الجوج لهنا مخالفه، هادشي اللي عارف انا في القانون. هانتوما تبارك الله السياحه كيفاش عائمه، اللهم بارك. لحظات واعره خوتي، كنحييكم وكنشكر اي واحد كيساندنا من البدايه حتى النهايه. واليكم تحياتي ايها المغاربه الاحرار اينما كنتم ارتحلتم، شكرا ثم شكرا. المهم حنا معكم مستمرين، ما غاديش نفشلوا. تبارك الله المغرب زوين والله، ما كاينش شي بلاد بحال المغرب. المغرب من اجمل البلدان، احسن بلد في العالم هو المغرب، يعني في حسن الضيافه، الناس كرام الله وما بارك. صراحه المغرب ما كيتعوضش. ديما كنشارك معكم الحدث من مراكش باستمرار، اليكم احلى التحيه والتقدير ايها المغاربه الاحرار. Why I can't
dream. Bright, waking hour, I'm choosing my confessions. Trying to keep an eye on you, like a hurt last and blinded fool. Thought that I heard you laughing, thought that I heard you sing. Just upon smile.